فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله قبل ليلتين أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لم يأتي بشيء جديد، لأن الوهابية لا تعتبر مذهبا. يقول: هل المذاهب الأربعة يقال بأنهم قد أتوا بشيء جديد ولذا سموا بالمذاهب؟ أتوا باجتهاد فقهي، اجتهدوا وهم أهل للاجتهاد، مؤهلون للاجتهاد واستنباط الأحكام. أما الشيخ إنما دعا إلى مذهب السلف، إلى التوحيد، وهذا ليس من استنباطه وليس هو من فقهه هو، إنما هذا شيء عليه الرسول وأصحابه والسلف الصالح، فهو مجدد فقط، مجدد لمن درس من الدين، مبين لما أدخل في الدين وهو ليس منه، فهو ليس له مذهب، هو مذهب حنبلي، هو حنبلي في الفقه، وأما في العقيدة فهو على مذهب السلف، ومذهب السلف ما هو خاص بالوهابية، هذا عليه أهل السنة والجماعة من قديم وحديث. نعم.